لكم مرحبا بهذه المتابعة والدعم الكبير والسخي لانطلاقات رياضة الأصالة والتحديات في هذا الميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، أحييكم في هذا المساء الجميل، في هذا المساء المغاير، في هذا المساء المميز، في هذا المساء التاريخي، في هذا المساء المنتظر، في ختامي المرموم، هذا الختامي الكبير، هذا الختامي الكريم. ولكن هنا التاريخ بأكمله، هنا التاريخ الحاضر، هنا الناموس الحاضر، هنا الفوز الحاضر، هنا الذهب الحاضر، هنا فخر العرب، فارس الفرسان، سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله ورعاه. مرحبا بك يا ابو راشد الطيب يا نصوح الطيبين. في لازم صعب نوم سلابته، اما ضرب صدره بيده اليمين ولا لمس خشمه بسبابته. مرحبا يا ابو المواقف، مرحبا يا ابو المكارم، من جعل دانة الدنيا حلم يتمناه الجميع، وحضورك هو الحلم. اشوف بك حلم الغناء اللي تمناه العديد، واشوف بك تقوى الفقير اللي غناته مسجده. مرحبا يا ابو راشد من القلوب افرحت الجميع، الكل يتساءل عن كأس بانتظار الفايز بالمركز الاول، ولكن حضورك رمز بحد ذاته، مهرجان بحد ذاته، تاريخ بحد ذاته. اسمح لي يا سيدي ان اعلق على هذا الشوط، رمز الابداع، رمز الامتاع، رمز الاجداع، الرمز يا اخواني في هذا اليوم يعادل مليون رمز. هجن الرئاسة تسيطر مع المركز الاول، مع هذا الخطر، مع هذا الحمر، استعراض الذلل الأصايل، وكأن الأصايل تبشر بعضها بحضور فارس الفرسان. يقود المعركة الآن مع المركز الأول المضمر حارب بن مغير مسيطر، ولا هذا بالعرج؟ هذا بالعرج والله صاحي، لا هو عرج ولا شيء، ما فيه إلا العافية. أتمنى لك دوام الصحة والعافية يا بالعرج. يهي من معركة، يهي من معركة. المركز الثاني ايضا القدوم والوصول من زعزعة، هجن الرئاسة يقدمها المحارب حارب بن مغير الحميمي مع المركز الثاني. المركز الثالث من القادمة مع المركز الثالث؟ الوصول من الشاهينية بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم المضمر. الله يا طارش يا طارش يا طارش يا طارش، تاريخ تاريخ بأكمله. طارش يتقدم في عملية التضمير بن مبارك بالقوبع، ولكن الضيفة العزيزة القادمة من الشحانية، مرحبا بأهل التحدي، مرحبا بهذا القدوم، مرحبا بهذا الوصول. هنا المشرفية القادمة لهجن الشحانية، يقدم لنا المشرفية المضمر سالم بن فاران المري في عملية التضمير. المركز الرابع من
انتزع اغلب الرموز من سجل الثلاثية في يوم الامس مع هجن الرياسة. يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، احد يمهر المضمرين، احد يخطر المضمرين، يقدم لنا تمويل المركز الخامس القادمة الواصلة الهائلة الهائلة. أم الهابة؟ الهابة هي القادمة لهجن الشحانية. يقدم لنا الهابة مع هجن الشحانية المضمر القدير القادم فاران بن محمد بن قريع المري في عملية التضمير. أيضا القدوم، الله يا العاصفة، الله يا العاصفة، يا جماهير العاصفة، يا محبي العاصفة، إمبراطورية فزاع تتحرك في هذا المساء من خلال تقديم عبير، عبير وشذا هفاح، عبير وشذا هفاح القادمة لهجن العاصفة. غياث الهلال في عملية التضمير، العودة إلى الحمر، العودة إلى الخطر، العودة إلى الرياسة، إلى الرياسة وإنجازاتها، الرياسة وتاريخها. يقدم لنا مع المركز الأول مع حامية صالح بن سعيد بالعرج المري، أحد شبابنا، أحد أبطالنا، قادم من أجل انتزاع الكاس إلى أبوظبي، إلى أبوظبي 1400. المركز الثاني هجن الشحانية مع صيت وصاحب الصيت القادمة، صيت وصاحبة الصيت القادمة بكل قوة لهجن الشحانية. يقدم لنا صيت سالم بن فران المري القادم مع المركز الأول. يقدم صيت لهجن الشحانية، عبير على المستوى المركز الثاني لهجن العاصفة مع قدومها مع خطورتها. المركز الثالث القادمة هنا مع هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المجازف يصل، محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يقدم لنا الظبي، يقدم الظبي. مهدية هي القادمة لهجن الرياسة، علي بن جميل الوهيبي، كأس إدانة الدنيا دبي، كأس إدانة الدنيا دبي بحضور حاكم دبي. يا له من كاس، يا لامه من ذهب، شحاني هذا الكاس، هذا الكاس شحاني، يغادر مع الشحانية، مع الشحانية، مع الشحانية، مع ميان، ميان، ويضمر لنا ميان. محمد بن خالد العطية فزاع يتحرك مع العاصفة، مع عبير، عبير وميان، عبير وميان، ميان وعبير، شحاني ولا عاصفي، عاصفي ولا شحاني، الشحاني نحو الكاس، نحو الكاس. محمد بن خالد العطية العاصفة قادمة ولعهد دبي والرياسة واصلة، ولكن عنابي، عنابي، هل الدوحة، هل الدوحة، أهل الانتصارات، أهل الرموز، أهل البطولات، عنابي. ادعم 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 ادعم. تهانينا للشحانية وهجنها وأبطالها هذا الانتصار. سلام لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وشكرا يا محمد يا بن خالد يا العطية، 100 على 100 انتزع هذا الكاس عبير مع المركز الثاني. من لا يرضى إلا بالمركز الأول. هجن العاصفة والمضمر غياث الهلالي. المركز الثالث هجن الرياسة مع الضبي لهجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولا مهدية؟ نعم مهدية لهجن الرياسة محمد علي بن جميل الوهيبي. والمركز الرابع
الضبيلي هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الخامس من تحمل رقم 16 الهابة لهجن الشحانية. التوقيت الزمني 8:42 وثمان أجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني. تهانينا